عادات الستات، نقعد كده نتكلم مع بعضينا، ناخد وندي، نرغي، نتخانق، يعني قاعدة بيبقى فيها كده لما بيكون فيها كمان موضوع مهم جدا نتكلم فيه، فبتبقى قاعدة سخنة، مش قاعدة كده طراوة، لا بنشد ونجذب وكده. أنا قاعدة كده بتمشى في الفيسبوك فلقيت إحدى الفتيات الأمورات الجميلات المشاكسات المشاغبات عاملة مبادرة اسمها ما تتجوزيش. إيه يا ستي ما تتجوزيش دي؟ أنت عكس الطبيعة ولا إيه؟ الطبيعة والفطرة إن الست تتجوز والراجل يتجوز علشان يبقى فيه مجتمع. وغريزيا كمان يعني لازم يبقى فيه تناسل وتكاثر ومحبة فايه حكايه ما تتجوزيش؟ وبعدين بتخاطب مين؟ بتخاطب البنات اللي لسه ما اتجوزوش. طب قلت طب ما انا لا انا لازم اتصل بيه بقى ولا تشرفنا علشان افهم منها ايه العقده النفسيه اللي عندها بتاعت ما تتجوزيش دي. بس قلت شكلها كده مش هقدر عليها لوحدي، فيكون معايا مين؟ يكون معايا بقى ايه؟ ست جميله، امرايا، مثقفه، شاعره، يعني الخيال كده ومرفرفه في السما طول الوقت. الحقيقه اول ما اتصلت بيهم الاثنين يعني وافقوا على طول، وده يعني شرف ليا جدا ان هم يشرفوني. فهنبتدي بقى نتعرف على الجميلات اللي معانا. معايا الكاتبه الجميله عزه رياض. ازيك يا عزه؟ ازيك يا نشوى؟ عامله ايه؟ القمر ده انت اللي قمرين. اسم الله عليكي ما شاء الله. اهلا بيك. عايزاكي تخليكي معايا عيني ان الفقره دي انا جاهز. يلا بقى نشمر نشمر بقى ونقدم بقى الضيفه الثانيه. شكلها كيوت يعني مش هي كيوت دي جميله خالص ما يطلعش منها الكلام ده ما يطلعش. معايا المشاغبه المشاكسه الناقده الصحفيه الاستاذه هبه فرج صاحبه مبادره ما تتجوزيش. اهلا اهلا بيكي يا نشا ومنوره بيكي والله بكل اعزائي المشاهدين. بصي جمالك ده مش هيخليني يعني ما بقاش مشاغبه انا كمان مش هتعاطف معاكي. لا لا هتعاطف وانا مش عايزاكي تتعاطفي خالص والله عظيم. طبعا هي اللي قالت. ايه حكايه المبادره بتاعت ما تتجوزيش دي؟ والله المبادره دي ما جاتش من فراغ. المبادره كانت تحت رعايه مبادره اكبر من كده اللي هي توعيه فتيات مصر ضد التحرش والعنف ضد الفتيات. طبعا هي ما جاتليش من فراغ خالص. لا استني عشان انت ما تقوليش حاجه وانا يعني فضل. ايه العلاقه بين ان انا اوعي البنات انها تخلي بالها من نفسها تمام. وتبقى ضد الـ التحرش وما تخافش وتفضح المتحرش وبين اني اقول لها ما تتجوزيش؟ كلمه ما تتجوزيش هو اسم صادم للحمله. انا دايما اتعودت ان في كل مواضيع الصحفيه ان انا اقول الاسم صادم شويه ان انا اجبر الجمهور او يبقى عنده الحماسه ان يخش يشوف الموضوع. حاجه سسبنس كده، حاجه زي بديله كده زي بونبونيه ان تعالى في هنا حاجه تهمك. هي مش بونبونيه ابدا. وبعدين طوبة. يعني انا لا الهدف أحب. الهدف الاساسي بونبونيه لما تعرفها. طيب انا عايز اعرف الهدف بس الحقيقه برضو لاول وهله انا هقرا ما تتجوزيش هفهم المعنى. اسم صادم طبعا. بالظبط كده. وانا صممت ان يكون الاسم صادم لكن الهدف الحقيقي لحمله ما تتجوزيش هي الاختيار المناسب للزوج المناسب للزواج. الزوج لشريك الحياه. يعني المفروض الجمله تبقى ما تتجوزيش الا الشخص الشريك المناسب. بالظبط كده. مهما مر بيكي كده مش هنعرف نتخانق معاها. مهما مر بيكي العمر لو ما جاش الانسان المناسب ما تتجوزيش. ليه بقى؟ الفكره من الحمله ان للاسف الفتره الاخيره المجتمع اتعرض لخطر كبير جدا 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 لسوء السلوك. طبعا الا من رحم ربي، ولكن الفكره كلها ان بنتعرض لحالات كتير من الطلاق، بنتعرض لحالات نفسيه وحشه جدا، الابناء بيطلعوا غير سويين. خليني بلاش اقول كلمه المجتمع بقى مصاب بسوء السلوك. ما انا قلت الا من رحم ربي يعني. انا والله فضل. لا مش سوء سلوك قد ما سوء اختيار. تمام. انا ابقى مش عارفه اختار مظبوط ده مش دليل ان انا سلوكي سيء. تمام. فكري قاصر، مرايه الحب عاميه زي ما بيقولوا فاختار عشان هنتكلم في النقطه دي برضه. لكن لا احنا مجتمعنا الحمد لله الحمد لله مجتمع بخير، الاسوياء فيه ما شاء الله واللي متربيين كتير جدا وبيوتنا المصريه تمام. عظيمه جدا. تمام. يمكن يكون في استثناءات سلوكهم مش مظبوط. تمام. وانا كست او كبنت بختار لازم يهمني جدا ان انا ادقق في نقطه الاخلاق والسلوك. لو انا اخفقت
وده كان هدف الحملة فعلا أستاذة نشوى، إن الاختيار المناسب لشريك الحياة هيضمن لنا مجتمع قادم من أسرة سعيدة أو أسرة عمودها سليم. تمام. طيب لا كده أنا فهمت غلط، بس أنا حقي أنا أفهم غلط. هو الاسم بس اللي صادم شوية. مبادرة ما تتجوزيش دي مبادرة استفزتني جدا جدا، فأنا للأسف تمام. كنت جاية اتخانق معاها ومش قادرة اتخانق، لأنها قالت هي بس اختارت يعني جملة ما كملتهاش علشان تشدنا ليها أو تشدنا للمضمون اللي هي عايزة بتقوله. والحقيقة المضمون أنا شايفة إن هو مضمون سليم، إن أنا يعني بتقولي اختاري كويس ما تتسربعيش، أو مش عشان خاطر مثلا سن عدى شوية نختار أي اختيار وخلاص. إيه رأيك؟ الأول أنا سعيدة أن أنا طبعا معاك النهاردة حبيبتي. ومبسوطة جدا شفت هبة لما عرفت أنها ضيفة قدامي، دخلت على الفيسبوك لقيت صفحتها كلها حيوية طفلة يعني موجودة حبيبتي. والله يعني هي شكلها أنثى بس هي عيلة يعني طفل فيها طفلة. طبعا فكرة أي أدفايس أو نصيحة ما تتجوزيش غير الشخص المناسب يعني النصايح دي حتى كنا بناخدها من أهالينا، بس السؤال هنا هي إيه معايير الشخص المناسب؟ في حاجات ثوابت إحنا متفقين عليها، عنده خلق، عنده دين، عنده شغل يقدر إن هو يفتح على بيت، علاقته بأهله لأن ده هيبقى له مردود بعلاقته بزوجته بأهل زوجته، وفي اختيارات بتقوم على كده فعلاً، وفي زيجات كتيرة بتفشل بعد كده فعلا. لأن هو بيبقى كلمة مناسب دي معاييرها نسبية من واحدة لواحدة، ممكن واحدة هو عنده مادة عنده يصرف بس الكم اللي بيصرف بيه ده مش مناسب ليه، أنا عندي تطلعات أكتر. أوكي، عنده طباع كويسة جدا وحد مهتم بأهله، بس هو مهتم بأهله زيادة فحصل مثلا إهمال ناحيتي أنا أو ناحية بيتي أنا، وفي حاجات عن حاجات. أنا أقصد يعني مش هقول مش عايزه استخدم الحاجات اللي قتلت قولا ان بصي يا عزوزه انت قلتي لي حاجه حلوه تفضل. فكره الاختيار له معايير بتختلف من حد لحد، وزي ما احنا كستات لينا معايير في الاختيار، ولو ان يعني مش كلنا العقل اللي بيحكمنا، احنا مشاعرنا كستات هي اللي بتبقى متصدره، فممكن اختار حد يمكن يكون في عيوب انا شايفاها بس عشان بحبه فانا متخيله ان انا هستحمل، فاللي بيحصل انا بتجوز وما بستحملش فالدنيا بتبوظ. هستأذنك في راجل معانا برضو ناخد برضو رأي رجالة طبعا المعايير الاختيار بالنسبة لهم. معانا مين؟ أستاذ سيد من أسيوط، أهلا وسهلا يا أستاذ سيد. أزيك أستاذ نجم؟ إزاي حضرتك؟ أهلا وسهلا بيك. أزيك عاملة إيه؟ زي الفل الحمد لله. زي كده عارف اللي كلمتك. الله يكرمك. أنا بشوف فيك بنتي بالظبط. ربنا يكرم أصلك والله ده ليا الشرف. بشوف فيك بنتي وكلامها وكله وغيرك التصرفات عجبك يا بنتي. ربنا يكرم ده شرف ليا. الله يبارك والله كل يوم عيدك بالظبط وغيرك أنت بستنى كل يوم وعيدك. الله يكرم حضرتك ويبارك لك في بنتك يا رب وتشوفها أحسن حد في الدنيا. يا رب يا رب يا رب. ربنا يسعدك. بس رقم التليفون حضرتك. حاضر الأستاذة شريهان مع حضرتك. كان نفسي اخد رايك في 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 الفقره بتاعتنا بس مش مشكله يعني عادي. اسف ان انا قطعتك بس كنت متخيله ان يعني هيكون لي راي في الفقره بتاعتك. طب معانا راجل تاني برضو من ايه اخواتنا الصعايده الجمال دول. معانا الاستاذ علي من المنيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك؟ الحمد لله يا استاذ علي اهلا وسهلا. انا كلمت حضرتك في رمضان قبل كده. يا اهلا فوق دماغنا يا استاذنا اهلا وسهلا. انا على فكره جايب لحضرتك هديه بس مش عارفه هديها لي. لا ما وصلت الهديه حتى لو ما جاتليش فكتر خيرك على شعورك الطيب ده والله. انا بقى عايز اسالك سؤال. ممكن اسالك سؤال بس توطي التلفزيون؟ اتفضلي يا فندم. طيب انت متزوج يا استاذ علي؟ لا يا فندم لسه. ربنا يرزقك يا رب الخير كله. طب ايه الشروط اللي انت يعني بتصر انها تكون موجودة في الانسانة اللي انت هترتبط بيها ان شاء الله؟ يعني تكون كويسة وبنت ناس ومحترمة. ايوة. تفضل انها تكون من قرايبك ولا تكون يعني ممكن تبقى انسانة مش قريبتك يعني؟ لا يا فندم لا من يعني تكون من بعيد احسن عشان المشاكل. تمام ربنا يا رب يرزقك الخير كله يا استاذ علي وتشرفين بيك. معانا اسماء من شرم الشيخ. يا اسماء ازيك؟
اهلا، ازاي حضرتك يا فندم؟ عامله ايه يا حلوه؟ الحمد لله، بموت فيكي حضرتك. ربنا يسعدك يا حبيبتي، ربنا يكرمك. كنا الحمد لله. ممكن تشتركي معانا في الفقره؟ طيب دلوقتي احنا بنتكلم على الاختيار. معايا حبيبتي بتقول صاحبة مبادرة ما تتجوزيش إلا الإنسان اللي تنطبق عليه شروط الرجولة، الأستاذة هبة. طب أنت رأيك إيه؟ إيه شروطك في شريك حياتك؟ سنها كام سنها؟ لازم أن يكون يعني على خلق ودين، ويكون بر بوالديه، ولازم يعني نفس العزة يكون لك. يشيني في جراسه وبيحبني ويحترمني، واهم حاجه عندي ان هو يكون بيعامل اهله كويس، عشان ما كانش ليه خير في اهله مش هيكون ليه خير في انا. اسم الله عليكي يعني. اسم الله عليكي وعلى تربيتك الجميله، نفس اللي الاستاذه عزه قالت لنا عليه. طب انا ممكن اسالك سؤال؟ ممكن اسالك سؤال يا حبيبتي؟ اتفضلي. طيب لو انت مر بيكي العمر وما جالكيش الانسان المناسب، هل ممكن تتجوزي بقلبك ولا لا هتستني الشريك المناسب لحياتك عشان تتجوزي؟ على فكره الشريك ده معايا وربنا يخليه لي ويحميه لي. الله اكبر، انت متجوزه؟ محدش لي دعوه. ما شاء الله، صوتك صغنن خالص. صوتك صغنطوط خالص، ده حقيقي. الله يخليك. لا انا عندي 23 سنه. اسمع، طب ما صغنونه خالص، صغنونه ما شاء الله. ربنا يحفظك يا حبيبتي. معاكي ولاد؟ طيب لا لسه والله، ربنا يرزقك يا حبيبتي ان شاء الله. ربنا يرزقك الخير كله يا حبيبتي. طيب فكره ان انا اتجوزت انسان له مواصفات طيبه واختيار كويس والحمد لله، والانسان ده مثلا فكر انه يتجوز عليا، رد الفعل ممكن يكون ايه؟ انا ممكن قبل بس ما تنقل، قول يا حبيبتي النقطه دي يعني استكمالا. لا. على الرحب والسعة، اتفضل مع بعض. طبعا مع احترامي لاي وجهه نظر، اي انسان شايف انها بتخدمه وبتخدم اللي حواليه، يعني انا بحترمها وبحب اسمعها، لكن يعني احب بس يعني هو مش جدل ولا خناقه هبه. لا طبعا، زي ما قلنا تحت الاول احنا اتخانقنا. اتفضلي حبيبتي. انت حبيبتي فكره تتجوزي وخلاص، انا بتكلم ان في بعض الشرايح وبعض الاسر وبعض البنات والسيدات او اللي هم اتاخروا في سن الزواج احيانا بيضطروا يستغنوا عن احلامهم في شريك حياتهم، يتنازلوا عن احلامهم لمجرد يعني هي يعني اول حاجه الست بتبقى عايزه تتجوز عشانها الغريزه، عشان تخلف، تقول لك انا عايزه اتجوز عشان اخلف، عشان ابقى ام. تمام. اوكي. تمام. ومن خلالها بتبتدي تبحث، يعني انت البنات بنشوفهم وهم صغيرين ما بتقومش بدور العروسه وتلبس فستان ابيض، هي بتمسك عروسه وتعمل ماما. تمام. فدي نمره واحد. ففي بعض البنات تقول لك مش مهم، انا عايزه عيل. ده هيبقى سند، ده انا بتكلم على وجهات نظر وتحترم طبعا، ونجحت في حاجات كتير. يعني في زيجات كان الاب، انا هتكلم مش هقول افتراضي، اعرف اسره كامله وعن قرب، كان الاب بيشرب وياخد سيء السلوك يعني، الله يرحمه يعني. انا يعني، وكان بيشتغل شغله ملهاش اي مستقبل، حاجه يعني زي السريح يعني. تمام. فيش هو المرتب اليومي، والست الله يرحمها فعلا برضو كانت امرأة بسيطة تمام، وكانت فتاة يعني بتشتغل برضو زي عاملة، واتجوزها وانجابت ثلاثة ولدين وبنت، والراجل ده توفى واصغر عيل كان عنده 5 سنين يعني، وكان باقيين ورا والام كمان توفت؟ لا انا قدامي، وكان خناقات وكنت ساعتها اتدخل يعني بص في حياه لازم تقولي انها تبلغ عنه يتحبس. مش مش تطلب. وهو بعد ما توفى بقى ايه الوضع؟ الست دي اخذت على عاتقها يعني، كانت بيشتغل بقى الدبل شغل، كانت محبوبه من الناس كلها الله يرحمها. ورب الثلاثه واحد طيب. توفت كمان قريب، هي عزيزه عليا جدا الله يرحمها. ولد بيشتغل في شركه بترول، واحد تاني خريج كليه تجاره ما شاء الله، ومهندس كهرباء عنده مشروع الخاص. طيب. بنتها اتجوزت احد قريبها. المشكله كانت فين بقى؟ انا بتكلم ان هو مثلا انت تقدري تقولي ده واحد كذا، والثلاثه دول هيطلعوا بايظين. لا هي في امهات كتير، في امهات كتير جدا على فكره. لا اقصد اقوله
مكافحه جدا في الحياه وبتربي طيب كمان ذوي همم وبتكبرهم انا لا ذوي الهمم دي دي برضو حاجه ثانيه طيب. بيبقى اب وام كمان متعاونين انا بتكلم اهو ده جزء منهار جدا الام مش مكمله تعليمها الاب مش متعلم حياه مفككه لكن الست ربت ولادها كويس قدرت تطلع ثلاثه للمجتمع في منتهى الاخلاق والجدعنه وخدومين للناس ومحترمين وراقيين فكل تجربه تمام خاصة بذاتها تمام وبمعاييرها وبمعطياتها وباللي حواليها تمام. وممكن يحصل العكس ممكن تلاقي أسرة يعني كلها كده وفي أب كده فكلهم طلعوا بايزين يقول لك ده منطقي عشان أبوه طب عشان أنا شايفة على الشاشة قدامي شريهان كاتبة حوار بين مؤيد ومعارض لفكرة تعدد الزوجات الحقيقة ما اتكلمناش في التعدد خالص يا شريهان لسه حن. يعني ما دخلناش في النقطة دي احنا في توعية فتيات مصر ومبادرة ما تتجوزيش إلا المناسب بالظبط طيب ممكن يبقى في رأي ضد الرأي ده وفكرة برضو ان البنت المسألة اصلها مش بالميزان العقلي بس لكن في ميزان المشاعر تمام ممكن تحب حد ما فيهوش المواصفات لان هي برضو مش ورقة وقلم تمام وزي ما هي ليها شروط او مواصفات طب ما هو الزوج كمان له شروط ومواصفات فلو قعدنا البعض على الواحدة اللي هو كتبنا كده معادلة رياضية انا عايز كذا ومش عايز كذا مش انا هقول لحضرتك بقى هو انا ليه خصصت المبادرة للفتيات انا دايما بشوف ان الفتاه هي عمود البيت بمعنى ايه هي اللي ممكن تحتوي سلبيات الرجل شويه هي اللي ممكن تقف في ظهره شويه هي اللي ممكن تتحمل شويه ده كلام محترم انا مع الكلام ده بالظبط كده بس هقول لك هي اللي معلش مسنود عليها حته تربيه الاولاد بص. لو ما اختارتش شريك حياه سليم من البدايه من البدايه وفي طبعا مواصفات احنا لابد ان احنا نتخلى عنها نهائي من صفات شريك الحياه زي النرجسيه زي الانانيه زي الانسان البخيل بخيل المشاعر بالذات لان لو تقدمت واتجوزت انسان بخيل مشاعر انسان عنده نرجسيه انسان عنده انانيه هيحصل مشاكل كتير هيحصل الانفصال هترجع بيت اهلها بدل ما تبقى فرد بقت اتنين وتلاته بالاولاد حطت اولا بقت نفسيا مش كويسه نهائي ربت اولاد غير كلام نظري حلو جدا لكن بشكل عملي الحقيقه موجود. البنات يعني موجود. طبعا انا بوعي البنت من دلوقتي يا جماعه عشان انا مش ببص تحت رجلي بعد اذنكم انا ببص قدام لمجتمع الاطفال دول هيطلعوا شكلهم عاملين ازاي يعني هم هيقابلوا ابنك وهيقابلوا بنتي أيوة. سواء في مدرسه في شغل في جامعه في ايا كان فان انا اربي من المجتمع الجاي من ان انا يعني ابني اساس دلوقتي طيب. يا بنتي ارجوكي اختاري لو صح لو انت عندك بنت مش كده بنتك ممكن تقعدي توعي فيها كل ده تمام. وحقيقه تبقى بتحب وزي ما قلت لك مرايه الحب تمام. وتتجوز وما تستحملش تمام فهي التوعيه هو يعني انا ليا وجهه نظر ان الاختيار مش يعني تختاري طبعا بمشاعرك وتحبي وكل حاجه لكن الاسره مهم جدا شاركيهم معاكي في الاختيار لان ده جواز يعني اسره طبعا حاضر يا استاذ والله انا اسفه لا. الفقره زمانها خلص يعني انا بعتذر جدا جدا لكم التليفونات وكم التليفونات اللي عندنا بعتذر لحضراتكم جدا والله ان احنا يعني للاسف الفقره خلصت انا بشكرك جدا جدا حبيبتي شرفتيني يعني وكنت عايزه كتاب اهداء كده من كتبك انت بخلتي عليا بهذا لا والله انا بقى يعني ما اعرفش انك مهتمه بال لا انا بحب الشعر جدا في انتظار بقى ان شاء الله ان شاء الله اخر كتاب ليكي ميرسي يا حبيبتي اشكرك جدا شرفتوني حبيبتي ميرسي وشكرا جدا جدا لفكره ان انا افكر في مجتمعي واحاول اعمل توعيه على قد ما اقدر وللاسف الفقره الحلوه دي خلصت استنوني الفقره الجايه ان شاء الله تعجبك الفقرة الطيبة بحس كده ان الفقرة دي الواحد بيسيب الدنيا بمشاكلها بكل اللي فيها وببقى كده من جوايا عندي احساس ان ربنا سبحانه وتعالى بيطبطب على ارواحنا بالفقرة دي لان فقرة فيها ذكر لله سبحانه وتعالى والتعليم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيشرفنا في الفقره دي الشيخ حافظ عبد الحليم من علماء الازهر الشريف شرفتنا يا مولانا ازاي حضرتك ازاي حضرتك حبيبي عامل ايه الحمد لله في نعم الله الحمد لله عجبتني قوي جمله ربنا بيطبطب على ارواحنا دي حلوه قوي قبل ما نبتدي احنا حضراتكم معودنا في الفقره دي بنبتديها بالصلاه على سيدنا النبي ومش عايزين يا رب يديمها علينا نعمه وعايزين ربنا يديمها علينا نعمه يا رب
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد، صلاة ترضى بها عنا وترفع بها درجاتنا وتقضي بها حوائجنا وحوائج كل من قصدنا في حاجة يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله. آمين يا رب العالمين. صلى الله عليه. مولانا احنا في بداية عام هجري جديد، كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة طيبة. كل السادة اللي بيشوفونا طيبين وبخير. يا رب عام كله بركة وكله خير. آمين يا رب. وكله كده طاعة لله. آمين يا رب. كله حسنات. آمين يا رب. يرزقنا الحسنات يا رب. عايز أفهم من حضرتك مفهوم الهجرة الغير ظاهري، يعني المفهوم الخفي لهجرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهل في معاني للهجرة تختلف عن معنى انتقال الجسد من مكان إلى مكان آخر، أو هجرة الجسد من مكان لمكان آخر؟ هل في معاني أخرى للهجرة؟ فيعني تفضل. طيب طبعا بجدد التحية لكل اللي بيشوفونا، وكل سنة وحضراتكم طيبين كل اللي بيشوفونا. وحدث الهجرة حدث مش عادي، حدث مش هين. الله سبحانه وتعالى خلد هذه الذكرى في القرآن الكريم، وفي لكل جزئية من أجزاء الهجرة لها معنى بنستفيد وبننتفع به. الأول، هذه عادة الله عز وجل في أنبيائه. كل الأنبياء هاجروا من بلادهم ومن مكان مولدهم ومن مكان دعوتهم الأولى إلى مكان آخر نصروا فيه، فدي سنة كونية، سنة الله سبحانه وتعالى في الأنبياء. سيدنا موسى هاجر، وسيدنا إبراهيم هاجر، وكل الأنبياء، وطبعا آخرهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى هيئ الصحابة لهذا الأمر بأنه كان دايما يحكي لهم في القرآن الكريم عن الفتيان اللي هاجروا، زي ما بنسمع في سورة الكهف وبنقرأ في سورة الكهف. وبعد كده ربنا طمنهم، لو انتم مثلا في خوف على الارزاق، فلا، هو كاين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم. فهذه سنة. وبعد كده يبدا التمهيد بالاختيار، فتيجي الهجرة الاولى لهجرة الحبشة، النبي صلى الله عليه وسلم يخير اصحابه، اللي عاوز يهاجر او ما يهاجرش له مطلق الحرية. بعد كده تيجي الهجرة العظيمة اللي احنا بصدد الكلام عنها، وهي الهجرة من مكة الى المدينة. ودي هجرة زي ما حضرتك قلت، ده المعنى الظاهر لينا، هو الانتقال من مكان لمكان، فرار المرء بدينه. لكن من المعاني اللي جوه تاني للنبي عليه الصلاة والسلام ثبتها، ده اللي جفح في مسند الإمام أحمد لما جاله حد يسأله: يا رسول الله، ما أفضل الهجرة؟ هو ده بقى المعنى اللي هو باقي. المعنى الأول هو الناس تنتقل من دار الكفر ودار الشرك ودار بيضطهدوا فيها مش قادرين يعبدوا ربنا بحريتهم، إلى مكان يأمنوا فيه على عقيدتهم وعلى دينهم، وده في وجود سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد فتح مكة وبعد انتشار الإسلام، فخلاص انتهى المعنى ده بالهجرة. فضل المعنى الأعمق اللي النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه أكتر من مرة، زي الراجل اللي أنا بقول لحضرتك جه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما أفضل الهجرة؟ فهم الصحابة كان عندهم فهم إن الهجرة ديت فيها معاني عميقة زي ما حضرتك قلت كده. قال: أن تهجر ما كره الله عز وجل، أي شيء ربنا بيحبوش تبتعد عنه. أن تهجر ما كره الله عز وجل. وفي حديث تاني سيد النبي صلى الله عليه وسلم يعرفنا مين المسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أيوة. المسلم من يسلم من لسانه ويده، كل الناس. طيب والمهاجر، المهاجر الحقيقي اللي عاوز ياخد أجر الهجرة. ما أنا ما كنتش موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فما قدرتش أهاجر لي في مكانه صلى الله عليه وسلم، فربنا يعوضني بنوع تاني برضو محتاج جهاد أقوى من الجهاد الأول، لأن ده محتاج أن أنت يكون عندك إرادة، يكون عندك عزيمة، عندك حرص على طاعة ربنا، حرص على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، عشان تقدر تطلع من مستنقع المعصية إلى مستنقع الطاعة والعبادة. يعني قصدي حضرتك تقول أن في هجرة وإحنا في نفس المكان. طبعا، يعني هجرة قلبية. هجرة قلبية. الهجرة القلبية دي هو أن القلب يتعلق بالله، فيكون عندي القدرة أن أنا أخرج من أسر الشهوة نفسها. أنا في سيجارة مسيطرة علي، أقدر أن أنا أسيبها. في فعل ده أنت يعني جيت في وقت حضرتك، لأن فيه ناس مدخنين مستقين أن السجاير مش موجودة أو زادت، فأنا بدعي ودعي لهم ربنا ينجيهم. من مش السجاير بس، يعني أنا يعني الشيء بالشيء يذكر، يعني عشان في ناس متضايقين من المدخنين، فيا رب يهجروا هذه المعصية. اللهم أمين يا رب العالمين. هجر التعلق بغير الله، التعلق بالله سبحانه وتعالى. ما هنا القلب أوقات كتيرة جدا بيها متعلق برئيسي في الشغل أو صاحب الشركة اللي أنا شغال فيها، متعلق إن ده صاحب الرزق وصاحب الله. يعني الطمأنينة في قلبي، لا، فالقلب متعلق. فأن تهجر ما كره الله سبحانه وتعالى تعلقك بهذه الأسباب،
فتتعلق بمين؟ بالله سبحانه وتعالى اللي هو المسبب ذاته. كل دي معاني. والمهاجر من هجر ما نهى الله عز وجل عنه. سيدنا عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر وسيدنا معاوية بن أبي سفيان كلهم يفهموا هذا المعنى من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الهجرة هجرتان، نعيد، هجرة إلى الله عز وجل اللي هي كانت الانتقال من مكة إلى المدينة أو من أي مكان إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوده صلى الله عليه وسلم. أن تهاجر أو الهجرة هجرتان، هجرة إلى الله ورسوله وهجرة عما نهى الله عز وجل أو عما كره الله عز وجل سبحانه وتعالى. فأي شيء في معصية الله سبحانه وتعالى سواء كان عمل قلبي أو عمل بدني مطلوب من الإنسان يجاهد نفسه في أنه يهجر هذا الأمر. حتى يعني من أبسط الأمور بخل النفس في العطاء والبذل، ده برضو نوع من أنواع الأسر ونوع من أنواع وجودك في موطن البخل وموطن الإمساك، موطن عدم البذل، موطن الخوف من ضياع المال اللي معاك، من ضياع طاقتك ومن ضياع صحتك وعافيتك. كل ده إذا سيطر على الإنسان يمنعه من الهجرة، وده طرق ومسالك الشيطان بيقعد للإنسان عشان يبعده عن طاعة الله عز وجل. فإذا فاتتك الهجرة ببدنك مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفوتك الهجرة بقلبك وبعملك الصالح من مكان الطاعة أو من أرض الطاعة أو من تعلقك من أرض المعصية أو من مكان المعصية أو من تعلقك بالمعصية إلى طاعة الله عز وجل بكل ما أتيت من قوة. طيب هنتكلم بقى إن شاء الله بعد ما نرجع من التقرير عن هجرة المعاصي بالبذل، بمعنى كده بسيط إن أنا يا رب أنا بعمل ذنب أو معصية ونفسي الأمارة بالسوء مخلياني أتوب وأرجع تاني أعمل نفس المعصية. طب خلينا نسميها هجرة البخل إلى السخاء، هجرة المنع إلى العطاء. طيب ما تخلينا نسميها كده، نسميها زي ما حضرتك وعلى حسب ما هتشجعينا في الله هنشوف. تمام، احنا هنشوف التقرير وان شاء الله يا رب كده يعني ايه يلين قلوب عباده جميعا يا رب، يا رب واحنا معاهم والناس اللي بتشوفنا اللي ربنا اختصهم بانهم يحضروا الفقره دي يستجيبوا لنداء الله. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فمكانة المساجد عظيمة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وفضل بناء المساجد عظيم، لدرجة أن سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره ورحلاته وجهاده وغزواته وسائر الطرق يقوم ببناء المساجد. وأول عمل قام به عندما هاجر إلى المدينة لتأسيس الدولة الإسلامية الجديدة كان بناء المسجد، مسجد قباء، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم كان بناء المسجد النبوي ليكون همزة الصلة بين الخلق وخالقه، وضرب أروع الأمثلة في العناية التامة وحب بناء المساجد بأن شارك بنفسه صلى الله عليه وسلم في بناء مسجده، وكان يحمل بنفسه الحجارة والطوب لبناء المسجد. فكان أول عمل قام به بنى المسجد النبوي الشريف الذي أصبح حرما نبويا الصلاة فيه بألف صلاة في المسجد. وقال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فعلينا أن نتنافس في بناء المساجد خاصة في القرى. المدن ربما تجد في الشارع الواحد أكثر من مسجد، لكن نريد أن ننظر إلى القرى والبلاد الفقيرة والتجمعات التي يقال عنها عشوائية، نكسر من بناء المساجد، واعلموا أن الله سيكسر لكم الفقر.
مولانا دكتور احمد عمر هاشم، ربنا يا رب يديله الصحه والعافيه. امين يا رب العالمين. امين يا رب. انه يبقى يعني واجهة عظيمه، مؤمن بعملنا لا بفضل الله سبحانه وتعالى، ويتكلم عن انجازات مؤسسه نبض الحياه، وبيدعي لنا وبيدعي للناس كلها اللي ليها مشاركات في طاعه الله الحقيقه. ف شيء عظيم، الواحد يعني حاسس انه مش عايز يتكلم بعد يعني صورته كده قدام عينينا. ربنا يزيده نور يا رب. هو دايما الكلام، كلام العلماء بيفتح لنا ابواب. من الكلام الجميل اللي قاله سيدنا الدكتور احمد ربنا يحفظه يا رب العالمين، قال ان اول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم لما راح المدينه هو بنى المسجد. واحنا النهارده بنتكلم في هجره النبي، هو امتى راح النبي صلى الله عليه وسلم المدينه؟ في الهجره. ايوه، اللي هو احنا بنتكلم دلوقتي فيها. سبحان الله. ايوه، فلو لاحظت كده ان النبي صلى الله عليه وسلم في سيره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واللي بيشوفنا يعني اللي مطلع على سيره النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عارف الكلام ده كويس، هيلاقي ان النبي عليه الصلاه والسلام مش بنى مسجد واحد بس، ده في ثلاث مساجد في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا النبي اللي ملاهم. اول مسجد اللي بني اللي هو في قباء. ايوه، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قعد وصلى فيه اثنين وثلاث واربع ومش الخميس. ايوه، وفي الطريق النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعه، فبني مسجد الجمعه. وبعد كده لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم في مكان مستقره مدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي نورها النبي صلى الله عليه وسلم بقدومه إليه، وكان العرب في الوقت دوت وأهل يثرب أهل المدينة، يعني ما أحسن أحد منهم في مثل هذا اليوم، ما فيش حد يعني يفوق فاز باللي فازوا فيه، وراح قعد معاهم، فكله عاوز ياخد ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم دعوها فإنها مأمورة. يعني حتى بناء المسجد مش بس النبي عليه الصلاة والسلام يشارك فيه، لا ده كمان يجي المكان اللي هيبنى فيه المسجد بأمر إلهي. الله على المعنى الحلو. انت متخيلة حضرتك أصلا يعني إيه المسجد بيمثل إيه للمسلم وللمجتمع؟ عشان يبني النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قعد ثلاث أيام، اثنين وثلاث واربع ومش الخميس، يعني ويبني مسجد في المكان. ففي دي رسالة، رسالة إن المسجد لا تستهين أبدا بدور المسجد، لا ولأنك تشارك في المسجد. وكلام سيدنا النبي لما قال لهم على الناقة دعوها فإنها مأمورة، إذن المسجد بالذات لأنه بيت الله، فالله سبحانه وتعالى هو اللي محدد مكانه. أي مسجد بقى في الأرض، أي كل المساجد، ما في بقعة من بقاع الأرض يعبد الله، يعبد الله عز وجل فيها إلا وقد حدد الله عز وجل، لأن دي بقعة طاهرة مطهرة تصعد فيها أعمال العباد لله سبحانه وتعالى. علشان كده مولانا الشيخ محمد رضا كان بيتكلم، ربنا يحفظه يا رب العالمين، ربنا يديله الصحة والعافية. أمين. كان بيتكلم على أحد المساجد بيقين، مسجد مساحته 1000 متر وشوية، مؤسسة نبض الحياة إن شاء الله بفضل إخواتنا المتبرعين إن شاء الله المتصدقين هتتم هذا البناء إن شاء الله. وهو كان بيتكلم بقول مولانا المساحة كبيرة قوي والحاجات البنى غليت قوي قوي، قال لي يقينا هيتعمل، طالما ربنا خلانا وصلنا لهناك يبقى المسجد ده ان شاء الله. يا استاذه، ما كل مرحله من مراحل الحياه بيبقى الاسعار يعني بيبقى فيها، في ناس عندهم الاسعار بتبقى غاليه. ما هو برضو يعني كل حاجه ولها وقتها. ومع ذلك على مر التاريخ بنيت مساجد عملاقه وكبيره. وعمرنا ما سمعنا ان فكره المسجد اصل فيه غلاء اسعار. لا، دي مش مرتبطه بالمسجد، فكره اليقين ان المسجد هيتبني لان الله سبحانه وتعالى اذن من فوق 7 سماوات. قال ايه؟ انه في بيوت اذن الله. ان ترفع. سبحان الله، اذن الله عز وجل ان ترفع ويذكر فيها اسمه. ليه اذن الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد هذه الأماكن، لأن ده مكان بقعة طاهرة مباركة، والله سبحانه وتعالى ينسبها إلى ذاته وينسبها إلى نفسه ويجعل عمارتها ليست كأي عمارة، ويعظم الله عز وجل شأن المسجد في كل شيء. لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم يعد بأن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. أنت عارفة متخيلة حضرتك أن أنا لما أجي أبني مسجد، هل كل الناس عندها القدرة ان هم يبنوا مسجد كامل؟ يعني يشيلوا المسجد، يشتروا قطعة الأرض ويحطوا الأساسات ويرفعوا الجدران وبعد كده السقف وبعد كده الأعمدة وبعد كده كل التفاصيل في المسجد، هل كل الناس عندها المقدرة لده؟ مش كل الناس بتعمل كده. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد ان من تحمل بناء المسجد بناء كاملا، بل قال ايه؟ قال من بنى الله مسجدا. وبنى الله مسجدا جديد يدخل فيها في سعة هذا الدين العظيم، ان المشاركه، مجرد المشاركه، يعني قالب طوب، شكاره اسمنت، طب شويه حديد. انا جه في مخي حاجه دلوقتي، يعني كل ده مهم جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. والله العظيم ده جه في مخي دلوقتي عشان بس ربنا، يعني انا بقول الكلام ده لاخواتي اللي بيشوفوني دلوقتي وبقول لهم ان ربنا والله اختاركم. عارفين في رمضان في الاحياء الشعبيه عندنا، انا من شبرا، كان في كده ايه مجموعه شباب زي الورد
شباب صغير كده يجمعوا نفسهم ويطلعوا يخبطوا على البيوت، كل بيت يدفع 5 جنيه ايوه علشان يعملوا زينه رمضان. الله. فكانوا بيلموا مبالغ عظيمه والشارع بيبقى كله مبسوط. فجت مخي ان احنا لو 10 مليون بس بني ادم، 10 مليون كل واحد اتبرع ب 10 جنيه ايوه، يبقى كده 10 مليون جنيه. تخيل 10 مليون جنيه يقدروا يعملوا او يعيدوا بناء كم مسجد. ومين البطل من ولادي الحلوين او المجموعه الحلوه اللي تنزل تلم من شارعهم ونعمل كده تنافس بالمناطق، حتى منطقه امبابه منطقه شبرا، وكل واحد يلم ويتصلوا على نبض الحياه، احنا شارع كذا في منطقه كذا وعايزين نتبرع لبناء المسجد ده. فوالله العظيم المسجد ده يتبني في يوم. ما شاء الله عجبني قوي حضرتك ما شاء الله بتتكلمي بهذا الحماس وحبك. زي ما بنلم التزيين شارع، ما نلم ونعمر بيت من بيوت ربنا والثواب دنيا واخره. والله يا استاذه ما شاء الله لا قوه الا بالله، الناس فيها الخير بدليل ان حضرتك لسه كنت بتتكلمي عن يقين سيدنا الشيخ محمد رضا، بقول لك ان شاء الله هيبذل ويتعمل. احنا في مساجد جه علينا بالسنه كامله يعني توقف العمل فيها، زي المسجد اللي هو دلوقتي معروض قدامنا والناس بتشوفه ده، المسجد اللي موجود في قنا في عزبه عبد الكريم. اظن ده المسجد اللي مولانا كان بيتكلم عليه، مساحته كبيره قوي. قعدنا سنه فيه والناس توقفوا فيه بالست او 7 سنوات، حطوا رفعوا الاعمده والجدران وما فيش سقف. والنهارده ما شاء الله لا قوه الا بالله احنا بنحتفي وبنحتفل وفرحانين بان المسجد خلاص بيتسقف وبدانا خطوات فيه، حتى لو الامر طال شويه. بس هو النفوس الطيبة، يعني أنا كنت بقول دايما إيه، إن ممكن الناس بتبقى موزعة التبرعات والصدقات بتاعتها مواسم، ففي موسم بيجي بياخد مني، وده الموسم بتاعه مثلا موسم الإطعام في رمضان، فيلاقي مثلا ده موسم إطعام، موسم تاني الأمطار فيلاقي نفسه متوجه إلى سقيا الماء في أبار تجميع المياه مثلا أو وصلات المياه أو محطات تحلية. أيوة. ففي ناس بتقسم، وفي ناس بقى ذكية ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى في بناء المساجد يقول لك طب إحنا دلوقتي فاضل على رمضان قد إيه والمسجد دوت محتاج مدة قد إيه، طب إحنا نحط دلوقتي عشان يلحق يتبني الناس تقيم فيه شعار على رمضان. ففي ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتقسم الموضوع ده، ويعني احنا مش هنزايد على ايمان الناس بعمل الخير وحرص الناس على عمل الخير، وخصوصا المساجد. انت حضرتك بتحبي بيوت الله سبحانه وتعالى ونفسك الدنيا كلها تساهم. مين فينا ايوه ونفسك مين الدنيا مسلم ما يحبش كلها يكون لي نصيب بطوبه في مسجد من المساجد او بيت من بيوت الله؟ مين ايوه ده لما من اصغر حد لاكبر حد يحلم. فده امر احنا مش هنزايد عليه، وبنقول ممكن إن أنا وحضرتك قدام الشاشة دلوقتي بنتكلم بهذا الإيمان وهذا اليقين، يمكن اللي قاعد ورا الشاشة دوت عنده إيمان ويقين أكتر مني ومن حضرتك، وممكن يكون بيساهم بكتير جدا. وما شاء الله في مساجد بتقوم على شخص واثنين، يعني ما شاء الله قوية إلا بالله. احنا كمان إخواتنا في أخت فاضلة عظيمة إيمان اللي نفسي أشوفها. إيمان تكفلت قالت لمولانا برضو، قال لها تشاركي معانا، قالت له لا أنا عايزة مسجد لوحدي ما شاء الله، أنا مش عايزة حد يشارك. فيعني طماعة كمان وكتير يا أستاذة. ده كتير. لا أنا بقول ده مثال. وإحنا كان معانا مسجد في البحيرة برضو، في سيدة كلمتني وقالت أنا طالعة الحجة، أول ما أرجع من الحجة تكون عملت لي ميزانية عشان أشيل المسجد. يا ما شاء الله فضل الله سبحانه وتعالى. أنا نفسي أشوف الناس دي كل ده ما شاء الله، ولا يحبون أن يذكروا. والله العظيم انا واثقه ان هو مش عايزين. انا اللي عايزه وشغف ان انا اشوف الناس دي. عارف انت ايه، في واحد مثلا هو يشوف لو شاف مثلا فنان يا سلام، انا يعني طبعا فوق دماغي دول ناس اختصهم الله سبحانه وتعالى فوق دماغي، لكن انا شغفي انا نفسي اشوف واحده زي ايمان واقعد معاها. انا عايزه اقول لك حاجه، كان طب استنى ما تقولش بقى احسن، ده الاستاذ المخرج هيزعقلنا كده لانه قال لي من بدري ان احنا المفروض في تقرير. طيب. يعني نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، صدق الله العظيم. مؤسسة نبض الحياة بتحقق لك فرصة عشان تكون من عمار بيوت الله من خلال مبادرتها في إعمار المساجد. نبض الحياة قدرت إنها تبني بمساهمتكم مساجد كتير في محافظات وقرى مختلفة كانت محتاجة لمسجد واحد عشان يجتمع فيه الناس ويقيموا الصلاة. ودلوقتي نبض الحياة بتسابق الزمن عشان تقدر تكمل مسجد الرحمن بقرية الحجيرات بمحافظة قنا على مساحة 285 متر.
وقدرت إنها تجهز لاستكمال بناء السقف. ولسه المسجد محتاج مساهمتكم عشان يكتمل بناء بيت من بيوت الله. سارع بالمشاركة عشان تحقق الثواب اللي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع مؤسسة نبض الحياة، صدقتك في مكانها. للتبرع اتصل على 15 740. قطعتنا كلام حضرتك بس كده عشان حاسس انت اندمجتي قوي مع التقرير. اه بفرح. والله بفرح قوي الحمد يعني لله. ربنا يا ربي. هو اصل الواحد ليه ما يفرحش وهو شايف الناس بتتسابق على عمل الخير؟ يا استاذ احنا بنشوف حاجات اتفه من كده بكتير جدا وبنفرح بيها. فما نفرحش بعمل الطاعه. ده شيء عظيم. وانا بقول لحضرتك ان كان بعض العلماء كان يعني اذا جلس اليه طلاب العلم واللي قاعدين في الدروس في حلقه العلم، يعني انت عارفه احيانا بيقعد في الدروس حد دخل يصلي فقعد، فكان يكثر النظر في وجوهه يقول لعل منهم ولي من أولياء الله عز وجل فيشفع الله عز وجل لنا بالنظر إليه. أنا ليه عشان بس أنا ليه مبسوطة؟ عشان أنت بتقولي لأن أنا كان لي شرف أن أنا أحضر مثل هذه الجلسات وأنا طفلة. أيوة. لأن أنا كنت في الأزهر الشريف في مرحلة ابتدائي بشكل كامل، وكنا بنروح مساجد مع شيوخنا، ووالدي كان بيوديني بعد صلاة العصر نحفظ قرآن ونحضر دروس كأطفال. وعارف انت كده والله العظيم في احساس مجرد ما بتيجي سيره المساجد او ارتياد المساجد بيجي لي الاحساس بتاعنا وانا طفله. والله والله انا مش دلوقتي انا اقدر افسر ده كده، ان واحنا قاعدين في نسمات كده هوا بتيجي كده وانت قاعد والله كانها من الجنه. الله. ويمكن احنا بني ادمين طبعا وكلنا ذنوب واخطاء، لكن منساش جملة مولانا الشيخ سيد الله يرحمه ده اللي كان بيحفظ في القرآن. أيوة. وكان يقول لأبويا بنتك إن شاء الله محفوظة ببركة القرآن الكريم. يا رب ربنا يحفظنا. فساعة أنا الجملة دي بتيجي في مخي كده مولانا، الجملة دي والله كنت صغيرة شوفه حفظة أنا يعني الكلام ده بقالي 50 سنة. الجملة دي بتروح جاية في دماغي وقت ما أحس إن أنا عملت ذنب مثلا، ربنا يسامحني قعدت في قعدة كان فيها شوية نميمة على فلانة ولا بتاع، وعلى يعني ايه الواحد ايه عايز يسمع فاهم، فمش عارفه ايه ان انا اكون مثلا اتنرفز على حد من غير ما اقصد، وحرام ان انا اتنرفز على حد. فافتكر الجمله مولانا دي فاستغفر على طول اقول يا ده انا يعني ببركه القران الكريم ما ينفعش اعمل ذنوب. ففكره المساجد للاطفال كمان، احنا بنقول المساجد دي عشان الناس تصلي فيها كناس كبار، لكن روعه وعظمه معنى المسجد الأطفال اللي قاعدين حوالين الشيخ بيحفظوا قرآن أو بيسمعوا كلام طيب، والله ده بيتساب في الوجدان لحد. شوف حضرتك أنا بقولك أنا كان عندي مثلا 7 سنين ولا حاجة وفات 50 سنة وأنا حافظة كلام مولانا الشيخ، وبحس كده بنفحات كده لما أسرح كده في الذكريات الطيبة لما كنت بروح المسجد مع والدي وبعد صلاة العصر يخليني أقعد نحفظ قرآن مع مولانا. هو لما ربنا سبحانه وتعالى يعني بس تتمة لكلام حضرتك كده، لما ربنا قال في القرآن الكريم في آية الإنفاق في مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حب والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر المثال اللي هو في هذا النماء العظيم وفي آخر الآية يقول والله واسع عليم؟ ليه؟ لأن سعة علم الله سبحانه وتعالى بما يدره عليك العمل الصالح من حسنات أنت ما تستوعبوش. يعني هل أنا مستوعب أن أنا لما ببني مسجد، يعني لو سألت حد من بني مسجد من أبائنا ولا إخواتنا هيقول لك والله عشان إيه أهيئ مكان للناس تصلي فيه. في أبعاد تاني مش كل الناس بتدركها، بعد أن حد يتربى من المسجد ده ويحفظ آية من القرآن، يحفظ حديث من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكون متقن لعمله، فيطلع بعد كده يكون وجهة مشرفة لدولته أو لوطنه أو حتى للأمة الإسلامية وينفع الناس. ما هو انت اصلا ساهمت وحطيت طوبه، انت حطيت طوبه في بناء المسجد وقبلها حطيت طوبه في بناء هذا الانسان وهذه الشخصيه، ما دي ابعاد. اول حاجه تانية لاخواتي اللي بيشوفونا، فضل المساجد في حفظ ولادنا. انا هطبق المثال على نفسي ولا ازكي نفسي على الله وانا كلي ذنوب.
بس قد أكون في مراحل عمري اتحطيت في مواقف تشتبه علي الأمور، ده ذنب ولا تحضر؟ فبفضل الله وبكرم الله عليا وبركة القرآن اللي مولانا كان بيقول عليها لأبويا إن ربنا كان بيحفظني، مش شطارة مني، بس كنت بحس إن القرآن الكريم وبركة الله بتحفظني إن أنا أختار مظبوط، وأقدر أفصل يعني أفصل بين فكرة إن أنا بقى الشيطان لما يقولي ده تحضر أو ده موائمة للحياة أو ده مش عارفة ذكاء اجتماعي، وبين إن لا ده ممكن يبقى ذنب. ربنا اللي رباني سبحانه، وربنا اللي هيربي ولادكم. خليني بمعنى اتفضل يا فندم اتفضل. معلش انا بس ايه عشان مش عايز الوقت يطلع من غير ما اقول دي. كان حد من زمايلي كده بيكلمني فبيحكي لي موقف حصل من والده ليه، وبيقول انه وانا صغير كان والدي يقول له اول يا ابني ما تتوه روح المسجد، كان بيربيه على كده. اول ما تتوه روح المسجد، اول لما تتوه يا ابني روح المسجد. فبيقول حتى لما كبرت كان والدي معايا برضه يقول لي يا ابني لما تتوه روح المسجد. فهو بيقول وانا كبير كده واحنا رايحين واحنا ماشيين مع بعض في وسط المدينه، فبيقول لي يا ابني لما تتوه روح المسجد. فبقول له يا حاج انا كبرت بقى الموضوع ده، اتوه فين بقى؟ قال له يا ابني التوهان وانت كبير اصعب من التوهان وانت صغير. فلما تتوه روح المسجد. قال والله ما فهمتش معنى الكلمه غير لما والدي توفي. لما الحياه تاخدك روح المسجد. لما تتوه في زحمه الحياه روح المسجد. طيب انا اروح المسجد ازاي؟ ما انا اروح المسجد بنفسي او حتى بمساهمتي. لان شوف شوف ذكاء حضرتك، مساهمتي ب 100 جنيه هاخد ثواب اللي هيقعد على الحته دي ويذكر الله، فانا ب 100 جنيه بتاعتي انا بشتري وجود في المكان. ما هو انت ليك عمل صالح في مكان، فربنا سبحانه وتعالى مش هيسيبك تروح كده غير لما يجذبك لمكان العمل الصالح ده. ايه انا ما بقدرش اروح اصلي في المسجد، عندي ثقل في الامر، وقتي مشغول، ايه المشكله ان انا يعني اضع صدقه في بناء المسجد بنيه ان ربنا سبحانه وتعالى ييسر لي امر دخول المسجد. طيب خلاص الوقت تقريبا خلص، انا عايز اقول لاخواتي حاجه. انت عايز تصلي الفرض بتاعك 20 مره، يعني تصلي الظهر وانت في نفس اللحظه تبقى بتصليه كمان 20 مره، اتبرع في مسجد على الاقل هيبقى فيه 20 بني ادم بيصلوا، انت هتاخد نفس الثواب. فاللي متاخر عليه صلوات بالعقل كده يتبرع في مسجد هياخد ثواب الناس اللي بتصلي. بس ده ما يمنعش انه طبعا يتوب الى الله سبحانه وتعالى. لا يعني. لا انا بس انا بس بتكلم بعقلي القاصر. الله يبارك في حضرتك. بص حضرتك انا ما اتكلم وانا عن غير علم، فخليني على قد عقلي. ربنا يبارك في حضرتك. الله يكرمك. ده من باب التوبه، يعني الانسان يتوب من الصلوات اللي فاتته بالذكاء، فيبقى من باب التوبه ان هو يبذل لله سبحانه وتعالى في المساجد ان الناس تدخل تصلي فيؤجر على هذا. والنبي ما تتاخره، يعني يلا دلوقتي 15-740-1-5-7-4-0 اتصل وقول أنا مساهم في إعمار مسجد مع مؤسسة نبض الحياة، وإحنا مستنيين إن شاء الله. إن شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا جدا، شرفتني وإنستني. شكرا وصول لحضرتك. ربنا يخليك. ربنا بيدلنا على الطريق، بلاش نتلكع. للأسف فقرة حلوة دي خلصت، استنوني الفقرة الجاية إن شاء الله تعجبكم. الصيف ده فصل بيفضح شوية. بيفضح ازاي؟ ان بنلبس لبس خفيف، واللبس الخفيف بيبين تفاصيل. يعني لو شتاء جاكيت وكلفتة وكوفية ما بيبانش التفاصيل قوي، لكن في الصيف انت حضرتك يعني واضح ظاهر ظهور جلي قدام كل الناس بجسمك بكرشك بتخنك. طيب احنا كمان طالعين من العيد، والعيد رقاق بقى، فتة، لحم ضاني، يعني ما لذ وطاب، فمعدتنا كبرت. يعني لما بناكل كتير غصب عننا معدتنا بتكبر، فبنجوع أكتر ومعدتنا تفضل تطلب إنها جعانة، فمخنا يقول يلا قومي كلي افتحي التلاجة، بيبقى شوية شوية هناكل التلاجة ذات نفسها. هل في وسيلة إن أنا أرجع تاني أحترم نفسي كده ومعدتي تحترم نفسها وأحجمها وأبقى ليه نفسي أكل بس اكل حبه صغنانين وخلاص الحمد لله اشبع وكله تمام؟ في وسيله لكده؟ حد بيقول لي ده سحر ولا ايه؟ في وسيله، ووسيله الحياه سحريه، واهم من انها وسيله سحريه هي وسيله امنه 100%. انا اللي بقول الكلام ده
لا مش أنا، الناس المتخصصين ومتخصصين عن علم، يعني دراستهم التركيبات والصيدلة، مش حد يعني خبير تغذية مثلا أو لا، ده صيدلي يعني المكونات دي شغلته الأساسية. وبفرح بوجوده لأنه بيخليني أشوف تجربة مبسطة لمعدتي وهي مليانة دهون كده، وأشوف الدهون إزاي بتخلص منها. فبفرح قوي بالفقرة دي اللي مشرفني فيها دكتور محمد تركي، وهو مدرس بكلية الصيدلة. يا دكتور إزاي حضرتك؟ أهلا بيك، شرفتنا وأنستنا. نور الدنيا. وبفرح بيك لسببين. السبب الأولاني أنا قلته إن أنا بشوف معدتي بشكل كده مبسط، تجربة علمية، شوف الدهون المتكتلة في جسمي بتنزل إزاي. بفرح تاني لأنك بتديني طاقة إيجابية، وما بتقوليش ممنوع ناكل كذا، وفي الفطار معلش هتلتزمي بربع بيضه وبقسماطه وحاجات اللي هي الانظمه اللي محدش بيمشي عليها. فكلمني بقى. انا عجبني يعني انت قلتي حاجه جميله قوي في الاول، قلتي الصيف انت منك للسمنه كده ومنك للتخن كده. دي حقيقه، كلنا محدش فينا بينزل في الصيف لابس جاكيت ولا لابس بدله ولا حاجه، ولا مداري الكرش بكوفيه كده منزلها من قدام. صعبه جدا. احنا بنلجا للحيل دي في الشتاء عشان نتخلص من شكل الوزن الزايد، ولكن في الصيف احنا بنضطر عشان الجو الحر وعشان 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 ان احنا نلبس هدوم خفيفه. طب بلاش كده، انت عايز نفسك تروح البحر، نفسك تصيف، نفسك تقعد على الشط حتى ما تنزلش البحر. ولادنا الشباب اللي بدل ما يبقى عنده عضلات يبقى عنده كرش كده، بطنه قد كده، جناب، ايدين. انا مش يعني دايما مش بقول ان ديت حاجه صعبه او ان دي حاجه، لا، كلنا معرضين ان احنا نبقى زياده في الوزن. يعني انا ليه، انا انت قلتي بتدينا جرعه امل او تفاؤل، انا عايز اقول ان اي حد عنده زياده في الوزن ما يزعلش خالص لسبب واحد بس، لان كل الناس معرضه انها توصل للزياده دي. يعني دي مش لناس والناس، كلنا ممكن كده، وكلنا زي ما حضرتك قلتي كده بحاجه بسيطه، طالعين من العيد وطالعين من عزومات وناكل، دي حاجه طبيعيه. ولكن اللي مش طبيعي او اللي غلط بقى ان انا اسيب نفسي كده. ليه؟ لان زي ما بقول كده الحل بسيط وسهل. انت قلتي ايه في الاول يعني، ما قلتي ده سحر؟ لا، هو مش سحر، هو اللي هيقول لنا. هو فعلا الحل بسيط جدا، الحل بيكمن يعني بيبقى فوكس ده قوي في فكره ان انا اسيطر على شهيتي او اكل اكل قليل. وهي دي مشكلتنا حضرتك، دي مشكلة كل الناس على الشهية دي اللي البق مش بيقدر يبطل. انت بتقولي كنت يعني بنفضل رايحين جايين على التلاجة، بنسميها يعني كنا اطلقنا عليها هرمون التلاجة، اللي هو انا عندي هرمون التلاجة دلوقتي عالي، رايح جاي على التلاجة اكل لغاية ما فعلا هاكل التلاجة، ما هو انا جعان. طب اسيطر ازاي على شهيتي؟ عندي طريقتين. طريقه ممكن تكون فيها اراده، ما فيش. بصي على حاجه، انا مش عايز اخلي اراهن على اراده الشخص. ليه؟ لان انا دوري ان انا اساعده، ما انا لو قلت له اراده وعزيمه وكل دوت اللي تتقال لاي حد صح ولا لا صح. يبقى انا فدته في ايه؟ ما فدتوش في حاجه. فنعمل ايه بقى عشان نسد شهيته فعلا غصب عنه حتى لو هو ما عندوش اراده؟ زي ما بقول دايما الالياف الطبيعيه، زي ما حضرتك قلتي طبيعيه 100% وامنه. على فكره في كبسولات وفي حاجات وحاجات كيميائيه كتير، انا كصيدلي بقول لك عليها فيها ادويه كتير جدا، بس انزلي كده الصيدليه وافتحي كده دواء من الادويه اللي بيقولوا بتخسس ايا كان بدون ذكر اسامي، واقري السايد افكت او الاثار الجانبيه اللي بتيجي منه. هتلاقي بقى ايه؟ دوخه، بطنك بتوجعك، ضربات قلب عاليه، ارق، غثيان. لان انا جربت، مش بتعرفي تنامي خالص، لا اكتئاب. الارق كمان ان انا عندي احساس عايز ارجع. ليه؟ لانه بيبقى من الحاجات الكيميكالز او بتبقى تركيبه كيميائيه ما فيهاش اي حاجه طبيعيه. طب الحل ايه بقى؟ الحل البديل اللي احنا بنتكلم فيه، الياف سوتي بتقدم لنا احساس بالشبع لمده قد ايه؟ تتخيلي كده انت انا حاسه بالشبع لمده قد ايه؟ انا عايزه بس يعني عايزه 5-6 ساعات ولا حاجه، لان في الصيف فعلا الواحد يعني بيبقى على طول التيرن اوفر بتاعه بتاع الاكل والهضم سريع، وبعدين يمكن ليه كمان يا فندم بنحس قوي ان احنا كل شويه جعانين؟ لان بنعتمد على العصايه مثلا في البيت، شويه طب عصير وفيها طب سكريات. طب سكريات بتديني احساس ان انا جعانه كل شويه. انا عايز اقول لك بمناسبه اللي قلتيه دوت، السكر يا جماعه بتاع الفاكهه عشان برضو الناس تبقى فاهمه، السكر بتاع الفاكهه بيزود الوزن عادي خالص، لان في ناس عندها اعتقاد غريب شويه انها تاكلها 2 3 كيلو بانجا مثلا، ان العسل السكر اللي في العسل دوت مش بيتخن. لا، هو بيتخن عادي، ده سكر. طب السكر اللي في الفواكه الفركتوز، لا ده سكر برضه. طيب اعمل ايه عشان اقلل في نسب الاكل دي؟ ما هقول لك نظام، وهقول لك كل زي ما انت قلتي كده ربع بضايه وفتفوته عيش، عارفه ده كده مش استحاله حد يقدر يستحمل نظام زي ده. صح. طب الياف سوتي زي ما بقول كده بتديك بقى ايه؟ بتوفر ايه او بتعرض لك ايه او بنراهن على ايه؟ بنراهن على احساس بالشبع لمده، انا بقول لك مش 5 ساعات ولا 10 ساعات، انا بتكلم في اليوم كامل.
تخيلي انت 24 ساعه في ال 24 ساعه انت حاسه انك شبعان، هتاكلي ايه؟ هتقولي لي بقى هتاكلي، هتعملي نظام يا دكتور محمد او اي حاجه؟ لا، كل بقى اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه. ليه؟ لان انت حاسس انك شبعان. طب انت لو انت لو حاسس انك شبعانه هتروحي على التلاجة؟ لا خلاص، هتشربي بقى ميه. بس لو مجبره بقى مثلا ساعه الغدا بقى مثلا الولاد والعيله، لا لا لكن مش هقعد ادوس. بصي بقى يعني احنا بنخس ازاي؟ احنا بنخس لان جسمنا بيحتاج 2000 سعر حراري في اليوم. لو دخلت له 1500 هتخسي ال 500 دول. لا وفي فرق يا دكتور، تخيلي انت بتدخلي له 1000 ولا 800. انقنق ورمرم. بصي لا لا، ده انا هقول لك بقى حاجه. لا بصي بقى، يعني عشان بقى ايه دي نريح فيها الناس، لا انا عايزك نقنق رمرم، اعمل اللي انت عايزه، لان انت كده كده هتدخل سعرات حراريه زي ما بقول لك اقل بكتير جدا من اللي الجسم محتاجه. طب ازاي ده بيحصل؟ ازاي الالياف الطبيعيه بتحسسني بالشبع لمده ال 24 ساعه دي؟ انا دايما بقول معايا الفيديو، يعني ايه ازاي الالياف اول ما بتنزل في المعده احنا بتعمل ايه قدامنا. بصي وانس انها نزلت المعده خلاص بشرب وراها كوبايتين ثلاثه ميه. مخي بيقول حد بيقول له مخي اركز بقى خلاص، انت شبعان، المعده فعلا شبعانه بقى حقيقيا. يعني مش دي مش كبسوله ولا حاجه، لا ده اكل فعلا نزل في المعده. طب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بتزود لي حاجه اسمها الميتابوليزم. كلمه الميتابوليزم اللي قدامنا دي يا جماعه يعني الحرق، ببساطه جدا بلغه شعبيه يعني بتزود التروس بتاعه الحرق بتاعه الجسم. بس هنا مين اللي بيحرق؟ الجسم ولا الالياف؟ لا الجسم نفسه هو اللي بيحرق. الجسم ولا الالياف؟ لا الالياف بتحسسني بالشبع. لا الالياف نزلت اهي خدت. لا ما انا هقول لك دي في ايه. دي بقى في الدهون انا جاي لك فيها. طيب. بس الاول نبقى عارفين ان الالياف الطبيعيه بتحسسني بالشبع لمده ال 24 ساعه، فبتخلي الجسم يحرق طبيعي، الجسم نفسه هو اللي يحرق طبيعي. بننزل قد ايه بقى؟ ودي الحاجه اللي زي ما نقول كده الجباره، من 6 ل 10 كيلو في الشهر الواحد. ومش بس كده، من 6 ل 10 كيلو من 6 ل 10 كيلو في الشهر الواحد. بس بقى خدي دي بقى الميزه عندي او الحاجه الحلوه اللي انا يعني دايما بتكلم فيها، ان في حاجه اسمها الايه الجامب ستارت، انا بسميها كده ايه الجامب ستارت. يعني ايه البدايات؟ البدايه فاول 10 ايام يا جماعه، في اول 10 ايام هتلاقي نفسك نزل 3 4 كيلو. تخيلي انت في اول 10 ايام لما تنزلي 3 4 كيلو، يا لهوي ده بقى هتبقي فرحانه وهتشدي على نفسك اكتر. وجبات بقى طبعا انا عايز اقول لك ان بتفرق الكيلو انا عايز اقول لك بيفرق في الشكل. فما بالك نزلتي 10 كيلو في الشهر، رقم جبار. انت لو مشيتي شهرين ثلاثه انت ممكن تنقصي 30 كيلو. انت متخيله يعني ايه؟ يعني واحد لو وزنه 100 كيلو يرجع يبقى 70. فرق جبار، وفرق في النفسيه، وفرق في كل ده. طب انا عايزه برضو، انا بحب قوي التجربه بتاعه الجزئيه اللي قلت لحضرتك، الالياف بتاخد الدهون وتنزل. دي انا قلت لك دي اللي هي الميتابوليزم ديت اللي هي ايه. هوريها لك. طب بصي بقى انا هقول لك حاجه، تعالي اوريكي الاول اللي احنا شفناه على الفيديو. طيب. اللي احنا لسه شايفينه على الفيديو ده، اللي هي الالياف وهي بتنزل المعده وبتكبر حجمها. تمام. وبتقفل المعده. ماشي. تعالي اوريه لك على زي ما بيقولوا كده ديمونستريشن او تجربه ايه في المعمل. كاننا قاعدين في معمل. انا دايما بعمل ايه؟ بجيب نص كوبايه ميه. وفي ناس كتير بتسال ازاي بحضر الالياف او بستخدمها ازاي. طيب هي الالياف عباره عن باكت مكونه من 17 جرام من الالياف الطبيعيه. تمام. طب هتساليني تقولي لي الالياف الطبيعيه دي يا دكتور محمد بتيجي منين؟ هقول لك انا بتيجي منين. ها. عارفه الخس؟ طب الجرجير؟ ايوه. البرتقان؟ الحاجات بتاعتنا. ايوه. مش بتلاقي فيها عروق كده؟ اي العروق دي الالياف. بس احنا بقى بنطلعها ونستخرجها ونعملها بالطريقه ونستخرج منها المكونات اللي هي بقى بتحسسني يعني تنفع جسمي. بالظبط كده. طيب انا بقول ايه دايما؟ في ناس كتير بتسالني بحضرها ازاي. بجيب الباكت عادي خالص وبحطه على نص كوبايه ميه زي ما احنا شايفين كده. ماشي. بفرغ محتويات الباكت. طبعا الباكت هنا 17 جرام من الالياف الطبيعيه. تمام. ويتش از رقم يعني كبير جدا جدا جدا. ده اللي جسمي محتاجه مثلا اكتر كمان. طبعًا. ده انا بديك حاجه يعني اكتر من اللي جسمي محتاجه. بصي بقى اول انا يهمني ايه؟ بصي اول ما الايه ما الالياف تحت اهي. بصي دي كان في ميه اهي، شايفين الميه كلنا صح كده؟ اه موجوده. ايوه. طيب شايفه اول ما شاف الميه حصل ايه؟ بدا ايه مش عارف انزل. بصي بقى بدا يمسك في الميه ازاي. فهنعمل ايه؟ هقلبه عادي خالص زي ما احنا شايفين كده. تمام. ده عشان الناس كتير بتسالني بقول لك احضرها ازاي او استخدمها ازاي. جاست ان انا بقلبها كده لغايه ايه الاند بوينت بتاعتي، او لغايه اما بوصل لايه. ها. لغايه لما تمتص الميه اللي كانت موجوده. افضل اقلب كده، احس ان انا مش عارف اقلب. هفضل اقلب. بصي بدات تتقل ازاي في ايدي. ها. مش قادر امسكها بايد واحده واقلب. هتفضلي تقلبي كده لغايه لما ايه، لغايه اما تتماسك خالص. طب ده هتقولي لي ده ايه اللي بيحصل في الجسم؟ انا هقول لك. الجسم هو الكوبايه، البطن معدتك هي الكوبايه خلاص. ايوه. وبشرب ميه عادي خالص وباخد الالياف الطبيعيه. انا كده دلوقتي يعني لما هي كده عملت تجمدت كده، تحسي بقى تجمدت كده اقدر بقى ايه اطلعها عادي خالص واكل منها. اكلها زي المهلبيه. انا عايز اقول لك حاجه بس اشرب وراها ثلاث اربع. مش عايز اقول لحضرتك حاجه، اكيد عارف. انا عايز اقول للناس ان طعمها، انا كنت فاكره ان في طعمها
يعني مش بالعكس اقسم بالله بصي اللي هياخد بقى كده هيبقى عايز ياخد تاني. ما هي دي حاجه تانية احنا بنراهن. بصي بقى دي حاجه تانية احنا بنراهن عليها. ليه؟ لان انت مش مطالب منك انك تبقى متضايق وانت بتاخد لا الحاجه. حلو قوي. بالعكس انت لازم تاخدها تعجبك عشان تفضل مكمل عليها. انا دقت في حضرتك في مره اللي هي بالفاكهه ما هي دي السوتي بالفواكه وفي سوتي بلس بالفانيليا. فانيليا. انا عايز بس اوريكي حاجه. طب انا ما دقتش بالفانيليا. احنا كنا حاطين ايه؟ احنا كنا حاطين ميه صح؟ شايفه الميه؟ مفيش. فين الميه يا جماعه؟ مش هقول لك سحر. بالظبط كده. انا ده قصدي ايه؟ انا قصدي اوريك ايه؟ ان الكوبايه دي يا جماعه هي معدتك خلاص، دي معدتك والالياف نزلت فيها. بصوا بقى معدتك اتقفلت لغايه فين؟ يعني احنا كنا ايه؟ كانت الكوبايه فيها ميه بس، ولو زودنا ميه تانية هتزيد لاكتر، هتزيد لاكتر لغايه ما تتقفل خالص. طب انت لما معدتك تبقى مقفوله خالص هتبقى قادر تاكل؟ لا مش هتبقى قادر تاكل. ولكن الفرق والاهم من الفرق دوت، يعني من اهم الحاجات اللي بتميز الياف سوتي وبنراهن عليها، انها طبيعيه 100% بتحسسك بالشبع الحقيقي وطعمها جميل. انها قافله الحته الورقيه كده، يعني عملناها وتاكدنا منها ان انا لما اكل سوتي كده زي المهلبيه هشبع، هفضل قاعده معدتي مليانه. اشرب بس كوبايتين ثلاثه طيب. ميه وخلاص. النقطه اللي انا بحبها برده قوي الدهون. الدهون انت جدي لي في اهم حاجه. أيوة. بتفرق في شكل الجسم. بصي الدهون دي يعني العنصر الاساسي اللي بيبوظ شكل الجسم، سواء كان سيليولايت، سواء كان دهون متراكمه في حتت، يعني في ناس كتير بيطلع لها دهون في الفخذ او في الايدين أو على شكل كلاكيع او في الظهر او في بالظبط، ومش بتبقى متناسقه، بتبقى على شكل كده. ايوه ليه؟ لان الدهون دايما انا بقول يا جماعه شوف بصوا افهموا، نفهم كل حاجه، العلم يعني 1+1=2. الدهون شكلها عامل ازاي؟ انا دايما بقول صوره الدهون يعني نشوفها مع بعض. أهي. بصي صوره الدهون هي اهي، تقدري تقولي لي ايه شكلها؟ مربع، دايره، ما تقدريش غلامي كده. ما تقدريش ايه شكلها دي؟ ما تقدريش. بيسموه في الصيدله كده بوليمورفيزم، يعني اشكال متعدده. أيوة. بصي شكله عامل ازاي؟ نفشه. أيوة. وشكل الريجولار مش متساوي، غير متساوي. ده اللي يعمل ده، دي اكبر مشكله بتعمل لنا سمنه، بتعمل لنا امراض غير السمنه حتى، امراض جسم قلب. شكله وحش كمان، بتعمل لنا شكل الجسم وحش، ان بطني يبقى فيها عامله هنا كده وهنا كده، حته طالعه حته داخله وحته وحته طبعا. وعايز اقول لك بقى للاسف المشكله في ايه بقى؟ ان اغلب 99% من الاكل اللي احنا بناكله بيتحول في الاخر للدهون اللي احنا شايفينها، للمنظر اللي احنا شايفينه. للمنظر احنا شايفينه. هتقولي لي سكر، طب السكر ماله؟ السكر بيتحول لدهون. هتقولي السمنه، الزيت، الدقيق، كله دهون، العيش، كل الحاجات دي، الخبز يعني بيتحول لدهون في الاخر. الاند برودكت بتاعه بيتحول لدهون ويتراكم في الجسم، يتراكم في الجسم. طب الياف سوتي هتوفر ايه برضو لده، او هنراهن على ايه؟ فعلى على على الدهون. طب نشوفها بقى، تعالي نشوفها كده مع بعض. انا دايما بقول بجيب ايه؟ ده زيت، كانه ده دهون الجسم. هو ده اللي بيحصل. ده الزيت ده من يعني من اوحش انواع الدهون اللي ممكن ايه تقابلها. طيب هنحطها كده على شويه ميه. ليه انا حطيتها على ميه؟ عشان الميه مش هتختلط بالزيت. لا. فايه اللي يحصل؟ يعني تبقى باينه كده. أيوة. بصي بقى الطبقه بتاعت الزيت باينه جدا. ايوه. طيب الياف سوتي احنا قلنا الجرعه بتاعتها يا جماعه باخد باكت قبل الغدا وباكت قبل العشاء بتلت ساعه، وبشرب كوبايتين. طب انا نفسي اخد باكت كمان قبل الفطار. ثلاثة ليه كتير؟ هو كفايه اتنين حلوين. طعمها لو طعمها حلو ماشي، بس انت هتبقي الاثنين باكتس دول هيخلوكي طول اليوم اصلا. تمام. مش قادره تاكلي. طيب انا باخد الباكت العادي اللي قبل الغدا وبحطه على الزيت كده زي ما احنا شايفين، وبكمل يومي عادي خالص، وبستخدم الباكت التاني زي ما بنقول لان الجرعه اتنين باكت ايه في اليوم. في اليوم. طيب يعني ممكن حضرتك طيب اخدهم مع بعض الاثنين لو عايزه، لو بتاكلي وجبه كبيره قوي بس. تمام. ما اعتقد يعني برضو مش خلينا زي ما حضرتك بتقول عشان بلاش نفتكس. لا عادي عادي خالص. ما هو ده. بصي هقول لك حاجه بقى، هنا في برضو حاجه بنراهن عليها هي الامان، عنصر الامان. طب انا خدت اربع باكتات في اليوم فيها مشكله؟ لا ما فيش مشكله. طب انا خدت نص باكت في اليوم فيها مشكله؟ طبيعي ما فيهوش كيمياء. بس خلاص. بص يا دكتور وقعت حته. بصي بقى هتبدا ايه اللي يحصل بقى؟ الفقره اللي بحبها انا دي. دي 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 بجد يعني مثال بيبين، انا مش عايزه اتدخل معاها خالص. هي عماله تقطع اهي. هتفضل بص بقى ايه هي دي بتكسر دلوقتي في جدار الدهون. هي بتعمل ايه؟ بتكسر جدار الدهون. بصي المنظر. الجزء بص الكبير بقى المنظر ده. بص بقى احب الحته دي. اتكومت كلها الالياف كلها اللي احنا كنا حاطينها الباودر دي، اتكوم كله ومسك في الدهون وكسره. طب هتقولي ده ايه علاقته؟ ايه علاقته؟ علاقته انه بيكسر لي جدار الدهون ده. طب بيفتتها؟ بيفتتها. طب زي ما هديكي مثال بسيط قوي للناس كلها عشان تفهموا، انت لما بتيجي بتغسل الطبق مثلا بتاع، مش بتحط صابون سائل؟ صح؟ هل الصابون السائل انت بتحطه بعد كده خلاص ولا بتغسله بميه؟ لا اغسله بميه. ايه فايده الصابون السائل ده؟ انه يدوب لي بيكسر لي الدهون. تنزل الميه بعديه، انت بتشرب ميه عادي جدا في اليوم خلاص يتمسح واتغسل بقى زي الفل. ده اللي شفناه في الصوره اللي انت قلتي لي ايه ده؟ ايه ده بياخد الدهون وينزل في الفيديو اللي فات، اللي هو ده بياخد الدهون وايه ويجري على وانت بتعمل حمام او كده ويخلصك من الدهون. حلو. طب عرفنا كده الجسم هو اللي بيتخلص من الدهون. معلش عيون لان حضرتك اللي لفت نظري ليه اهو. تمام.
هل يعني اسفه بيحصل بيعمل اسهال مثلا؟ لا بالعكس، هقول لك على حاجه. انت لما بيبقى عندك اي مشاكل هضميه يعني في القولون، امساك او اسهال، بيقولوا لك كلي ايه؟ كلي خضروات. خضروات ليه؟ خضروات عشان تعمل تليين، عشان الالياف اللي فيها. ايه رايك بقى؟ هم بيقول لك كلي خضروات مش عشان حاجه، عشان السلطه والخضار والحاجات دي فيها الياف. طب بالمره ازود لك انا سؤال بقى، يعني في ناس كتير بتسال عليه. طب ناس كتير يقول لي ما انا ممكن اكل انا خيار وكده. دي هاكل طن فدان. احنا غيرنا بدلنا الادوار بقى، انت رديتي صح تماما. انا عايز اكل طن خيار وجرجير عشان اعرف اجيب ال 17 جرام ولا لا. دكتور معلش انا بحب يعني معلش. لا طبعا طبعا تحت امر. عايزين اوفرات، عايزين خصومات. حاضر عينيا. 50% عشان الصيف وعمايل الصيف. 50% لمده قد ايه؟ لا نلحق يعني، احنا سايبينها كده مفتوحه لفتره حتى نفاذ الكميه بقى. طيب ان شاء الله ياريت. يعني سايبينها 50% بس، يا ريت كلنا نبدا يعني. ليه؟ لان انت معاك دلوقتي حل سهل. هو يا فندم الحاجه لما بلحقها وهي في البدايه هيبقى علاجها سهل بالزبط. لكن لما ابقى قد كده هيبقى سهل، هياخد وقت كتير. استني بس هقول لك حاجه، هيبقى سهل برده مع الياف صوتي. ليه؟ لان احنا لو بننزل 10 كيلو في الشهر، احسبيها انت لو وزنك 150 كيلو ونزلت 10 كيلو في الشهر هتلاقي نفسك ده رضا في 4 شهور. هتلاقي نفسك 120. طب احنا معانا سمر. سمر يا اهلا. السلام عليكم. ازيك يا سمر؟ عليكم السلام وبركاته. سمر الحمد لله. ازيك يا مدام؟ انا عرفت ان انت ليكي تجربه، قلت لهم في الكنترول ليكي تجربه مع صوتي. طبعا. قولي لي بقى. عايزه اقول لك هو منتج ممتاز ممتاز وبنصح الناس كلها بيه، وانا اسفه في اللي هقوله، انا كنت بحسبه شغل اعلانات وبرنامج تلفزيون وكلام من ده، فقلت اجرب. فجبته بصراحه كانت النتيجه هايله وما صدقتش. ما شاء الله. طب خسيتي قد ايه؟ انا خسيت 8 كيلو 8 على الميزان، بس كتوتال الشيب بتاعي رائع يعني. دهون كمان نزلت كتير جدا ما شاء الله. المنظر العام انا بقى مش مشكله عندي بصراحه الميزان، انما التوتال الشيب اللبس المنظر لا حاجه رائعه يعني، بنصح كل الناس بيه. طيب عندك كام سنه؟ 38. اسم الله عليك. و بقيت تلبسي مقاس قد ايه؟ اقل مقاسين مثلا على تقريبا؟ لا ثلاث عايز اقول لك كمان ثلاث مقاسات مش مقاسين. اسم الله عليك. لاني بقول لك انا كانت مشكلتي في الجزء اللي تحت. الارداف والجناب ودي كانت مشكله بالنسبه لي صعبه، يعني جات لي عقده منها وانا طول الوقت من دايت اب داون يعني شغاله فوق تحت كده، فخلاص فقدت الامل. فقلت طب خلاص بما اني بشتري دايما حاجات كتير اجرب. فجربت، كانت التجربه فظيعه بصراحه. طب حبيبتي هستاذنك في حاجه، هتكتفي بالقدر ده ولا هتستمري؟ هو انا كده الحمد لله مرضيه يعني، لان احسن دول مش 8 كيلو. انا حاسه ان كتير. احنا طماعين، احنا طماعين كستات عايزين تاني. ايوه طبعا. انا طماعه، فانا ان شاء الله تاني يعني. انا طب مش هكتفي. طب بس انا كده لا، بالنسبه اللي كنت دي حاسه ان انا نزلت النص. بسم الله عليك. طب سؤال برضو مهم قوي بالنسبه للاكل والشهيه العاليه اللي احنا. لا 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 خالص خالص. ما عندكيش يعني الحمد لله كاني عملت تكميم. الله ما شاء الله. يعني من غير عمليه ولا جراحه ولا مصاريف قد كده؟ لا 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 لا، المنتج نفسه انا عارفه. معلش انا في الشارع بس. لا يروحي تفضلي. المنتج نفسه انا كاني عملت عمليه تكميم. انا كنت بقول اللي بيعملوا تكميم دول مجانين، انا ما اقدرش اعمل العب في معدتي اقص بخاف بصراحه. فانا كاني كان بطني تبقى مليانه وشغفي للحاجه موجوده قدامي. لا وانا مشكلتي نفسها كانت العيش، انا بحب العيش جدا، الطين والكرواسون وكل حاجه. بصي اي اكل هنحبه يعني، المهم ان احنا نسيطر على نفسنا. بس انا كنت بشوف الحاجات دي حتى مثلا اخد معلقه رز ما اقدرش اكمل الثانيه. طب ده انت جميله قوي. الحمد لله. ايه الناس الحلوه اللي بتدينا طاقه حلوه دي؟ ما هو ده الحقيقه الواحد يقول حق الله يعني. وعارفه برضو حبيبتي هو المنتج جميل وطعمه جميل وكاني ما عملتش حاجه. اسم الله عليك. من غير مجهود ولا حاجه. عارفه كمان الستات الست المصريه دايما منطقه الجزء اللي تحت ده مزعج وما بتعرفش جدا. فانه انك تنزلي من مناطق خاصه كبيره يعني كانت كتير، فده صعبة. حلو جدا. الحمد لله. منطقة صعبة حقيقي يعني. فالحمد لله بشكر الدكتور جدا والمنظومة، وعايز اقول ربنا يكرمهم ويبارك فيهم زي ما هم تعبوني. ربنا يسعدك. دي حاجة بتقرب حياتي. ربنا جدا. ربنا يسعدك. شكرا يا حبيبتي. الف شكر. ميرسي جدا. كان يهمني اسالها الشهية. طبعا دي حاجة مهمة. والجزء اللي باكل معلقة الرز ما بكملش. هو ده اللي انا عايزه. مش فارقه بقى معايا نظام مش نظام، مش فارقه. طب انا عايز اقول لك على حاجه، ده في يعني انا يعني يمكن معانا صور. ايوه دي بقى استنى. انا بقى بحب دايما لسه الصور لسه دي مهمه. انا بحب اتفرج برده على الصور. عايز اوريكي فكره الكرش يعني لو معانا. نشوفها. فرجونا الصور يا اولاد. الفرق يا جماعه بيبقى غير ليه؟ لانه يا حبيبي. ايوه بصي ده حلو قوي. ده بدانا أيوة. بحاجه مهمه جدا اهو كرش حبيبي. بس سنه بصي سنه لو لاحظتي صغير. ايه ده؟
ده من 13 12 سنه وعايز انه ياخده في السنه ده من 7 سنين انتخته مفيش اي مشكله بس انا عايز اقول لك شوفي الفرق ان هو على الاطفال دايما ما بنعرفش نكنترول ولا نتحكم في اكلهم لانهم بياكلوا زي ما كنا بنرمرم بناكل اي حاجه صح بصي بقى الفرق قبل وبعد في التيشيرت في اللبس في الهدوم ما شاء الله دايما قوي عشان الكرش مش بصي برده الفرق هنا برده هنا جدا لو لاحظتي برده ايه يعني ميدل ايج خمسينات الكلام ده بصي الفرق البطن يعني ده الحزام بتاع البطن كله هو مفيش مش موجود اللي هي الكرش والجناب والارداف والحته دي هو ده اللي انا كان هاممني قوي في حته الصور عشان ابين حته الايه البطن بصي الفرق قبل وبعد ده بقى السيلوليت كمان الكرش باين اللي هي يعني تحس ان الدهون متقطعه كده في الجسم وبعدين بقى ايه المشكله كمان انها بتعمل لك بطن بصي السيدات ده ايه الرشاقه الحلوه دي بصي يعني في ناس كتير بتقول لي انا اهم حاجه عندي ان انا انزل في المقاس او يعني اقل في المقاس ما زي اختي اللي كلمتنا من شويه قلت لك نزلت 3 مقاسات هي دي اهم حاجه عندها ليه لانها بتنزل 8 كيلو او 10 كيلو كلها دهون ما شاء الله ودي من الحاجات طبعا المفرحه اللي بتخلي شكل الجسم حلو وغير الشكل والجسم والله العظيم الدهون اللي هتنزل من الجسم طبعا صحه طبعا طبعا يبقى عندي طاقه اقوم يعني اشتغل في بيتي طبعا طبعا بس انا عايز اقول لك ان الناس بتبقى يعني ايه بتسيب الصحه دي اخر حاجه الشكل. طبعا انا بالنسبه لي الصحه مهمه والشكل مهم لا والستات كمان بالنسبه لهم بصي الفرق ده هنا بص الزرار مش بتقفل فعلا وانا عايز اقول لك الصوره اللي من الجنب تبين الكرش اكتر صح يعني حالتين يبينوا الكرش وانت قاعد او ايه او صوره من الجنب بصي بقى الفرق الصوره اللي من الوش تحسيها بصي الفرق قد ايه فرق جبار هو ده الفكره ان بينزل نزول سريع وفي نفس الوقت مش مضر ما فيهوش اي حاجه من الحاجات اللي طب احنا ثانيه واحده معانا برضو معانا ست ام محمد ايوه معاكي يا اهلا يا ام محمد اهلا بيك يا استاذه نشوه ازي حضرتك إيه؟ ومحمد عامل ايه اللهم لك الحمد الحمد لله ربنا يخليه لك يا رب جربت انت صوتي برضو طبعا جربت والله وما شاء الله ما شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديا يا رب الدكتور يا حبيبي ربنا يخليك قولي لنا خسيتي قد ايه انا خسيت 15 كيلو في شهر حلو ما شاء الله انا كنت بقول من 6 ايوه والله والله حقيقي 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 والله 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 حقيقي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك طب عندك كم سنه ايوه دكتور بقول لك يا حبيبتي عندك كم سنه انا عندي 61 اسم الله عليكي ما شاء الله ما شاء الله طب الركب بقى والتقل اللي على الركب وعلى العظم ايديلي يا استاذه نشوى انا معايا محمد معاق اسم الله حبيبي 27 سنه فبتشيلي طبعا وبتسندي ودعواته بقى لما تسمعيها ما اقدرش اقول لك مش هتبطلي تكلميه لانه يعني حاجه من الجنه ده اكلمه واخد الدعوات الحلوه كمان اما يبقى يكلميه وانا اخليه يكلمك ويدعيلك حاضر يا حبيبتي ده انا اتشرف والله اتشرف ما تعرفش الا تدعي والله بس نفسي كنت اخس عشان اعرف اتعامل معاه وكده ايوه يا حبيبتي محتاجه مجهود اكتر من الحد العادي طبعا والله 27 سنه والله ربنا كريم مفيش اكرم من ربنا سبحانه وتعالى وربنا يبارك في عمر الدكتور ربنا يقويك ويكرمك ويشفي لك محمد يا رب ويديك الصحه والعافيه اهم حاجه وانا فرحانه ان الحمد لله خسيتي 15 كيلو في شهر رقم 61 كيلو دي يعني 61 سنه 61 سنه سوري يعني ده معناه الحرق عندها ما فيش بالظبط كده ده احنا بقينا دكاتره بقى كل صح طبعا فوق ال 50 سنه الايه الحرق بتاع الجسم طب لاحظ الكلام حضرتك بيحرق طب معانا بقى نشوف بقى الرجاله بقى مع الستات عماله تكلمنا معانا ماشي يا ريت نسمع مين محمد دي حاجه حلوه يا محمد ازيك الو الو يا محمد انت فين يا محمد طب معلش كلمنا تاني يا محمد معلش فرحانه قوي انا بالست ام محمد طبعًا والله طبعًا العظيم طبعًا بتغير حياتها لان كمان هي محتاجه صحتها زي ما قالت انا محتاجه في انها تراعي ابنها وكده ومش بس كده وعشان على فكره الحاجات دي يا جماعه مش هقول لك بتطول العمر او كده الاعمار بيد ربنا طبعا وكل حاجه ولكن الاهتمام بالصحه يوصلنا ان احنا نعيش حتى عمرنا كويس طب محمد رجع يا محمد يلا بينا الو 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 يا محمد ايه يا محمد تليفونك فيه ايه طب ايوه دكتوره نشوى محمد معانا ازيك يا محمد ايه ازيك الله يسلمك يا دكتوره نشوى ده صحتك عامله ايه انا مش دكتوره والله بخير ان شاء الله كان نفسي ابقى دكتور انت جربت صوتي يا محمد قالوا لي ايوه انا جربته في نص شهر 2 كنت بعاني من دهون على الكبد اس 3 تمام فقال لك لازم تكس فتابعت البرنامج بتاعكم وطلبت المنتج وجالي المنتج في خلال 48 ساعه ما شاء الله
واتبعت النظام الغذائي اللي انتوا قلتوا لي عليه تمام، نزلت 14 كيلو في خلال شهر ونص او شهرين على وجه التحديد. ما شاء الله يا حبيبي ما شاء الله، خسيت حلو قوي الوزن المثالي، ونفس الوقت هو كان عنده دهون على الكبد، اكلتي اتحدت والمعده برضو نفشت منها، ما بقتش تاكل اكل زي الاول يعني. اللهم صل على النبي، وصحتك الحمد لله زي الفل ولا؟ لا احسن بكتير، نفس باخده بقدر امشي، ما فيش اي مشاكل في رجليا، ما فيش اي اعاقه في اي حاجه، والحمد لله رب العالمين يعني، كل ده فضل من ربنا، ثم المنتج بتاع خسوتي بمشيئه الله يعني تمام. ماشي يا محمد الله يكرمك. ما اتفتحتش زي الاول، رجعت برضو ايه تاكل على قد المنتج بتاعها يعني. تمام تمام يا حبيبي. طب وهنعمل تمام. عرض اهو، شكرا يا حبيبي، والعرض هنقوله تاني في خصم 50% اللي هيتصل على الارقام اللي موجوده قدامنا. روا الصفحه. ايوه في حد قال لي حاجه. حاضر، الاستاذ المخرج بيقول لنا لازم نختم حالا. طيب يعني نشوف بس الصفحه عشان لو في ناس شفناها. شفناها واحنا بنتكلم عشان الناس برضو تبقى لو عايزه تسال. طب نحط الصفحه الثانيه وانا بختم بعد اذن حضرتك، نحط الصفحه الثانيه لو حد عايز يسال. تمام اهو الصفحه اهي موجوده قدامكم، اي حاجه طبيه نصورها والعرض 50% خصم، صوروا الصفحه وندخلوا. ونفتكر ان الالياف مصرحه من وزاره الصحه، وزاره الصحه واخده طبيعيه 100% حاصله على الايزو في جوده التصنيع. شكرا، بشكر حضرتك جدا جدا، شرفتني وانستني. للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت، استنوني دايما على قناه 10 وبنت البلد. سلام عليكم. We'll be right back.